أما بالنسبة لأخبار المحافظات فخلونا نروح لأسوان، واللي بتشهد تنظيم فعاليات المحميات الطبيعية. وكمان حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية 93693 رأس ماشية، بينما كمان أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام. خلونا نشوف تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات، هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. شهدت محافظة أسوان تنظيم الفعاليات اللي نفذتها إدارة المحميات الطبيعية تزامناً مع الاحتفال بيوم الطيور العالمي، وتم تنظيمها بمحمية سالوجا وغزال بالتعاون مع وحدتي التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالمحافظة وبحضور الجهات المختصة، باعتبار ذلك فرصة لتعزيز السياحة البيئية ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية 93693 رأس ماشية، وقامت بترقيم وتسجيل 1701 رأس غنم وماعز خلال الأسبوع الثالث من انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة لعام 2024. أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لمستشفى العريش العام في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء، وبتضم الدفعة الجديدة 18 طبيب من مختلف التخصصات الطبية، مما يعكس التزام الجامعات المصرية بالمساهمة في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في شمال سيناء. أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر أنه تم تقديم 48500 خدمة طبية للمنتفعين ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وتم تقديم الخدمات من خلال الفرق الثابتة في مستشفى الحميات ومستشفى الغردقة العام بمدينة الغردقة والعيادات المتنقلة. في محافظة القليوبية افتتحت جامعة بنها معرض الكتاب اللي بتنظمه الجامعة لإثراء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وبيضم موسوعة كبيرة من الكتب النادرة في مختلف التخصصات. أكدت محافظة كفر الشيخ الدفع بالعديد من الحافلات لنقل الأهالي وطلاب الجامعة وتنظيم حركة النقل والسير بالمواقف خلال فترات الذروة لمواجهة التكدس المروري على مستوى المحافظة، حرصاً على سلامة ومستقبل الطلاب. في المنوفية أعلنت مديرية الثقافة أنه تم خلال شهر أكتوبر الجاري تنظيم 47 فعالية ثقافية وفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعي لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة في ضوء تنفيذ توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال عمل يستهدف تنمية الإنسان.